الناس على قدر احنا كنشوفوا الشباب ولادنا ولا ولاد عين شوف ما عندناش فرق ما بين ولادنا ولاد عين شوف حنا اللي خصنا هو الروح الرياضيه وكنتمناو كنشجعوا هاد الوليدات ويمشيو بشي مسيره اللي هي مزيانه ونتمناو يخرجوا شباب ولا ابطال من هاد الدوري هذا. واش كتقول على الانطلاقه ديال جميع الدهريه يعني التنميه اللي بقات كتقوم بهذه المبادرات الرياضيه سواء في العاب القوى في كره القدم تشجيع الرياضات النسويه ولا هادشي يعجبنا وهادشي خصنا يستمر ماشي يكون قاطعه مثلا نبداو ونوليو هادشي وخصو الدعم من السكان ومن الناس المسؤولين وكنجدو مثلا الجماعه تعاوننا وداكشي باش انت كنائب ديال الجماعه يعني في شنو يمكن تقول لنا على الدعم ديال الجماعه بالنسبه لهذه الفئات هو الشباب يعني احنا الرياض احنا اللي كنتمناو هو الرئيس ديالنا يشوف فينا بسميتو واحد العين اللي هي لان احنا نعم الرئيس واحد الوقت اجل هاد الشباب من اجل القوى من اجل السفينه هادشي اللي بغينا حنايا وبالنسبه للجامعه انا كنضر الناس ما غاديش يبخل علينا.